مرحلة ما بعد الموت، أي عندما تقبض روح الميت، فما هي الأحكام المتعلقة بها؟ إن أول مسألة يلزم من حضر ميتا أو عني بتغسيله أن يعرف ما هي علامات الموت، إذ الموت كما قرر علماء الطب الحديث ليس موتا واحدا، فهناك موت دماغي يكون المرء غير قادر على أو يكون الجهاز العصبي عنده ميت، ولكن بعض وظائف جسده من حركة القلب والتنفس باقية، وقد يكون الموت موتا كاملا فتتعطل سائر أعضاء جسده، وهذا الثاني هو المقصود في الشرع، فإنه لا يجوز تغسيل ميت ولا تجهيزه إلا أن يكون موته موتا كاملا. والفقهاء الأوائل ذكروا علامات من انحراف الأنف وارتخاء المفاصل ونحو ذلك من العلامات المشهورة المبينة في كتب الفقه، وهذه واضحة يعرفها كل من باشر ميتاً.